انا حاسه ان انا بقيت باجي معمل التخصيب المجهري كل يوم. ده انت بتيجي تنورينا يا مدام وسيله. ربنا يخليك يا دكتور. بصراحه يا دكتور وسيله كانت ملتزمه جدا بكل كلمه حضرتك قلتها لها، وده اللي خلانا نيجي النهارده عشان نعمل عمليه التخصيب المجهري زي ما وعدتنا. ايوه كده يا مدام وسيله، برافو عليك، وده يسعدنا كتير في نجاح العمليه ان شاء الله يا رب. ويا ترى بقى انتوا البيبي اللي جاي بقى عايزين ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم يجي واشوفه بس. انا عايز ولد. ولا انت ليكي راي تاني يا حبيبتي؟ لا يا حبيبي، طالما انت نفسك في ولد قوي كده ربنا يرزقنا بولد يا رب. على بركه الله، اتفضلوا معايا. اتفضلي يا حبيبتي، تعالي. ايه اللي جابك هنا وازاي تدخل بالشكل ده؟ ابدا، كنت مخنوق شويه كده، قلت اجي دردش معاك بكلمتين واسم بدنك على الصبح. يعني مفيش كلام بينا، اطلع بره. طيب يا حبيبي انا خارج. الله، بس قبل ما اخرج كده كنت جاي اقول لك على حقيقه علميه اكتشفتها، يعني انه فعلا ما جمع لما وفى. انت وسيله لايقين على بعض، ولاده الاصل ناس وسخه يعني. ما تنساش ان اللي بتتكلم عليها دي تبقى مراتي دلوقتي. ما تنساش اللي احنا بنتكلم عليها دي كانت طليقتي، وانت بصراحه ما خدتش وقت بعد العده اتجوزتها على طول. ده طبعا بعد ما قتلت ابني يعني ونزلتوه. يعني اللي عنده نيه سو يفتكروا ان انتوا مرتبينها والعياذ بالله. عندك حق، احنا فعلا مرتبينها سوا عشان نخلص منك للابد ونتجوز بعديها على طول. عايز اقول لك على حاجه تانية، احنا كنا عند الدكتور بنعمل عمليه حقن مجهري، يعني كلها كم شهر. كم شهر ويجي ابننا بالسلامه. مش هتكمل. والله غصب عني اعمل ايه؟ وانا مستحيل يعني اخليكم مبسوطين على حسابي. عارف يا فايق، انا هبقى عامل زي مسمار جحا كده، هفضل موجود زي الشبح بينكو، يعني هخلي عشقكو سودة. فوق فوق من وهمك واعرف حجمك كويس. فاي غالب ما بيتهددش ولا عمره خاف من حد. لازم تعرف انك يوم ما تفكر تأذيني انا ومراتي هتكون ديتك. هنا محدش هيترحم عليك. بقول لك ايه، حضر كفنك من دلوقتي لأن موتك هيكون على قدي. الماضي يا عريس، قصدي مبروك يا عريس.